انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ وبينا أن الحق سبحانه وتعالى قال ذلك بعد أن طلب من الناس أن يدخلوا في السلم أي السلام أي الإسلام كافة، أن يدخلون في الإسلام بكل أشكاله وبكل ألوانه وبكل صوره، فلا يأخذون بعضا من الإسلام ويتركون بعضا، لأن الإسلام إنما يمثل قانونا مجتمعا لأمة مجتمعة. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أراد بذلك أن يعصم الناس من فتنة اختلاف أهوائهم، فتحمل عن خلقه ما يمكن أن يختلفوا فيه، وتركهم أحرار في أن يزاولوا مهمة استنباط أسرار الله في وجوده بالعلم التجريبي كما يحبون. فإن أرادوا رقيا فليعملوا عقولهم المخلوقة لله في الكون المخلوق لله بالطاقة المخلوقة لله ليسعدوا أنفسهم وليرفهوها. وأن من ينتهي منهم إلى قضية كونية وسر في الكون لن يقوم الناس بمناقضته فيه، ولكنهم سيأخذونه منه ولا يعارضونه فيه. إذن فما يمكن أن يستنبط من أقضية الكون المادية بواسطة العلم التجريبي أمور سيتفق عليها الناس، ولكن الذي يمكن أن يختلفوا فيه هي الأمور النابعة من أهوائهم، لأن لكل واحد هوى وكل واحد يريد أن يتبع الناس هواه ولا يتبع هو هوى. إذن فالحق بالمنهج عصمنا من الأهواء، فقال ادخلوا في السلم كافة أي في كل صور الإسلام بكل ألوان المجتمع حتى لا يأتي تناقض الأهواء في ذلك المجتمع. كن أيها المؤمن في سلم مع نفسك فلا يناقض لسانك ما في قلبك، فلا تكن مؤمنا لسان كافر القلب. كن منسجما مع نفسك انسجاما يدخلك في السلام مع نفسك، فلا تدخل في صراع الملكات. وأيضا كن داخلا في السلام مع الكون الذي تعيش فيه، مع السماء، مع الأرض، مع الحيوان، مع النبات. كن في سلم معها لأنها مخلوقة مسخرة طائعة لله، فلا تشذ أنت عنها لتغضبها وتحفظها عليك، لأن الزمان الذي يحدث فيه منك ما يخالف منهج الله سيسبك الزمان وسيلعنك المكان. فكن في سلم مع الكون في ذلك. وإذا أردت أن تشيع سلامك في الكون فعليك كما علمك الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي ليكون أكثر الناس صياما في شعبان، فسئل عن هذا فقال إن شعبان شهر يهمله الناس لأنه بين رجب وهو من الشهور المحرمة وبين رمضان، فأنا أحب أن أحيي ذلك الشهر الذي يغفل عنه الناس فيه. فكأن رسول الله يريد أن يسعد الزمان بأن يشيع فيه لونا من العبادة لا يجعله أقل من الأزمنة الأخرى. كذلك الأمكنة يريد أن تسعد بك، فهل منا من فكر في أن مكانا يعصى الله فيه كخمارة مثلا أو كبريه أي شيء ثم يذهب واحد منا ليصفي نفسه ويهتف باسم الله فيه ويذكر الله فيه ويصلي لله فيه ليسعد هذا المكان بما يمكن أن يسعد به المكان في خضوعه للحق سبحانه وتعالى؟ كل ذلك لتنسجم مع الكون ولتنسجم مع الناس إذا ما دخلت في السلم كافة، كافة يعني في كل الأمور.
وبعد ذلك قال: إذا لم تدخلوا في السلم كافة فما الذي تنتظرونه؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ هل ينتظرون إلا أن تفاجئهم القيامة بأحداثها؟ هل ينتظرون إلا أن يروا ذلك الكون المنسق البديع قد انتثر والكون كله تبعثر والشمس كورت والنجوم انكدرت وكل شيء في الوجود تغير، وبعد ذلك وجهوا بأنهم أمام ربهم؟ ماذا ينتظرون؟ إذن يجب أن ينتهزوا الفرصة قبل أن يأتي ذلك الأمر، قبل أن تفلت الفرصة من أيديهم وينهى أمد لرجوعك إلى الله. إذن فقول الحق هل ينظرون؟ يعني ماذا ينتظرون؟ لماذا يتلكؤون؟ لماذا يصوفون في أن يدخلوا في السلم كافة؟ ما الذي ينتظرون؟ أينتظرون أن يتغير الله أو أن يتغير منهج الله؟ أم ماذا ينتظرون؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ حين وقلنا أنه حينما ترى أو تسمع شيئا يتعلق بالحق مما يكون مثله في البشر، كجاء ربك والملك صفا، أن يأتيهم إيه؟ الله في ظلم من الغمام، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يضع الجبار قدمه في النار مثلا، كل ذلك ساعة تسمعها يجب أن تأخذ كل ذلك في إطار ليس كمثله شيء. فكما أنك آمنت بأن لله ذاتا لا كالذوات، فيجب أن تعلم أن لله صفات ليست كالصفات، وأن لله أفعالا ليست كالأفعال. فلا تجعل ذات الله مخالفة لذوات الناس ثم تأتي في الصفات التي قال الله فيها عن نفسه وبعد ذلك تريد أن تجعلها مثل صفات الناس. فإذا كان الله يجيء لا تتصور أن مجيئه سيترك مكانا إلى مكان، فإنه يأتي في مكان بما لا يخلو عنه مكان. هذا هو الحديث كأي العظمة. إذا مثلا قيل أتى الله، لا تظن أن إتيانه كإتيانك، لأن ذاته ليست كذاتك. وضربنا أمثلة بأن الناس في اختلاف منازلهم تختلف الأفعال بالنسبة لهم. فإذا كان الناس يختلفون في الأفعال باختلاف منازلهم وفي الصفات باختلاف منازلهم، فكذلك الحق سبحانه وتعالى خذ كل شيء يتعلق به في إطار ليس كمثله شيء. لا، ليست ذات كذاته، وليست صفة كصفته، وليس فعل كفعله. ولذلك قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يقول فعل ربك فإياك أن تخضع فعله لقانون فعلك، لأن فعلك يحتاج إلى علاج وإلى زمن يختلف باختلاف طاقتك وباختلاف قدرتك. والله لا يفعل الأشياء بعلاج بحيث تأخذ منه زمنا، ولكنه يقول كن فيكون. ولذلك قلنا ألم ترى كيف فعل ربك؟ فعل ربك، ما دام فعل ربك يبقى انتهت المسألة، مش قانوننا احنا اللي المسيطر. فكل شيء يتعلق بذات الله، وكل شيء يتعلق بصفات الله، وكل شيء يتعلق بأفعال الله، خذها كما وردت منه، ولكن في إطار ليس كمثله شيء. حين يقول لي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ يأتيهم الله، هي اللي خلتنا نتكلم في هذا الكلام، إتيان الله. ويعني إيش معنى جاب الحكاية دي؟ وبعضهم يقول لك إيه، أنا أريد أن أنزه الله عن الإتيان اللي معروف لنا ده. ولذلك يأتي الله يعني يأتي أمر الله أو حكم الله النهائي. نقول طيب وليش جاب شل ديا وجاب إيه يأتي الله؟ أم قال لك أيوه، لأننا في الدنيا نألف جيدا أن يأمر الوالي الأعلى أمرا وأن يأتي من دونه لينفذه، والمنفذون له عرضة أن ينفذوا بأمانة ودقة أو ينفذوا بغير أمانة ودقة. فيجوز أن يفعلوا شيئا لم يكن
من تقدير الوالي الاعلى. زي مراكز القوة اللي كانت بتعمل اشياء وبقى يقول لك لا ده الاعلى مش راضي بها ما يعرفش عنها دي. فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعطينا صورة عن الانجاز الذي لا دخل لاختيار البشر في ان يخالفوا فيه. فبيقول ساعة يجيء الامر ان خلعت كل قدرة لمخلوق عن ذلك الامر واصبح الامر لله وحده. ولذلك مش هيأتي الامر بس بتاع ده انا وياه، يبقى انا وياه يبقى مش ممكن حد هيحصل منه ايه، هيحصل منه مخالفة ابدا. يبقى جاء الحق سبحانه وتعالى باسلوب ان يأتي الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني لن يستطيع واحد ان يكون له ايه شيء يخالف فيه، لان مين اللي موجود؟ الله. ما بيعملوش والله فيه ابدا، ده العملية والله حاضر. ليه والله حاضر؟ يعني لم يعد لخلق من خلق الله اختيار في ان يفعل شيئا. فكأن الوالي الاعلى حاضر العملية، فستكون المسائل على وفق ما يريده الوالي الايه الاعلى. وفي ظلل من الغمام، كلمة ظل دي الشيء فيه شيء يظلك وفيه شيء تستظل به. الشيء يظلك لا يكون لك ولاية عليه في ان يظلك الا انك انت تشوف ظله فين وتروح له، تشوف ظله فين وتروح له. وشيء تاني يقدر انت تتصرف فيه كالمظلة او الشمسية، تفتحها عشان تظللك، تفتحها عشان ايه. كلمة ظلل دي معناها انها تستر عنك المصدر الضوئي. ولذلك حينما راد الحق سبحانه وتعالى في قوله واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله، يعني جاء لهم الفزع الايه، فزع الاكبر والمحيط، كالظلة يعني جاءوا ايه محيطة، ايه محيطة بهم. فكأن الله يريد بذلك ان الكون سينتصر كله، وسيأتيك الامر المفزع الامر المفجع المؤمن كان يتوقعه، فسيدخل عليه ضردا وسلاما. ليه؟ لانه يحقق ما امن من اجله. ولكن الكافر هتجيله حاجة ما كانتش في ايه، ما كانتش في حسبانه. فشوف بقى مجيء الامر لمن يؤمنه ومجيء الامر لمن لا ايه. ولذلك قلنا المفاجأة بتجي ازاي، هناك الحق سبحانه وتعالى مثل الذين كفروا بربهم ايه اعمالهم ايه، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، افتكر انه عمل كويس وبعد ذلك لم يجد شيئا ووجد الله عنده. فوجئ ولا ما فوجئش؟ اهدي المفاجأة اللي تخلع القلوب بقى. كذلك يأتي في ظلل من الغمام والملائكة، يأتي الله أو أمر الله أو قدر الله أو ما قضاه الله، كل ذلك ليدلك على أن المفاجأة لمين؟ المذهلة. المذهلة لمين؟ المذهلة للكافر، إنما مؤنسة لمين؟ مؤنسة للمؤمن، لأنه أعد لذلك اليوم إيه؟ عدته. ساعتها يأتي الطالب ليدخل الامتحان مثلا، ثم يجد اللجنة قد نظمت المقاعد تنظيما بحيث لا يلتقي مقعد ايه بمقعد، ووجد المراقبين والملاحظين كلهم في نشاطهم وقعونهم مفتحة. الطالب المجد يبتسم لأنه قد أعد لذلك اليوم عدته، وعلم أنهم إنما جاءوا ليحمي جده، ليحموا جده من كسل الكسلانين. جايين يحموا جده، مش يخلوا واحد تاني كسلان ما عملش اي حاجة ويبقى زيه فيبقى مبسوط بهم ولا لا. والتاني بقى اللي جاي كان عايز بقى يتلصص ويقعد عشان يغش بقى، ساعة كل ما يشوف انضباط وكل ما يشوف دقة يجيله ايه، يجيله الفزع. كذلك يوم الايه القيامة. وانظروا الى الحق سبحانه وتعالى، الساعة تجيء هذه الظلم والملائكة والعملية دي كلها، ويقول قضي الامر. شوف كلمة قضي الأمر دي، ساعة تسمع قضي الأمر يعني أفلتت الفرصة من أيديكم، فمن لم يرجع إلى ربه قبل الآن فليست له فرصة في أن يرجع. ولذلك برضو جاب قضي الأمر في أمر نوح، يا بني إيه اركب معنا مش كده ولا تكن مع الإيه
الكافرين. قال له ايه؟ سآوي الى جبل يحمل. قال لا عاصم اليوم ايه الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان ايه من المغرقين. وبعدين هناك يقول وقضي الايه، وقيل يا ارض، الى ان يقول وقضي الامر واستوت على الجودي. فساعة تسمع قضي الامر فاعلم ان المسألة ايه قضاء حتم وانتهى الامر، ولم يعد للناس ان يرجعوا عما كانوا فيه. فالله يقول ماذا تنتظرون؟ انتوا تنتظروا ان يجيئكم هذا اليوم أو وإلا فانتهزوا الفرصة لترجعوا إلى ربكم قبل أن تفلت منكم هذه الإيه؟ هذه الفرصة. كلمة وإلى الله ترجع الأمور، في الله تيجي وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله تصير الأمور، ولئن رددت إلى ربي ولئن رجعت إلى ربي. في فرق بين ترجع الأمور وترجع الأمور. ايه الفرق بينهم؟ ساعة تسمع ترجع الامور كأن الامور بنفسها ذاهبة الى ربها بدون ان يسوقها سائق، بدون ان يسوقها سائق. ولكن ربما يقول الذين تأبوا على منهج الله وهم في فترة الاختيار في الدنيا، يجوز ان يتأبوا على شيء يتعلق بامر الله فيما يتعلق بالاخرة. لهم هم تعودوا ان يتأبوا على ايه؟ على اوامر الله في الدنيا. ممكن يقول لك ما هي دي برضه ممكن، بيقول له لا، ده مسألة اتنين. اما الراغب فسيرجع الى ربه هو نفسه، لانه ذهب الى ايه؟ الى الخير الذي ينتظره. واللي كان ديك هيبقى يرجع، يعني تيجي قوة تانية ايه؟ ترجعه. يبقى فيه من يأتي بايه؟ بنفسه، لانه ذاهب الى ايه؟ الى الخير. والتاني اللي عفرس زي ما احنا بنقول يبقى ايه؟ تبقى ترجع الامور. يبقى من لم يجي رغبا يبقى يجي ايه؟ يبقى رغبا. يبقى جاب الصورتين، جاب الايه؟ الصورتين. وبعد ذلك انظروا الى الحق سبحانه وتعالى حيث يعود الى بني اسرائيل بعد ان ذكر لنا في منهج الدين صنفين اتنين. الصنف الأول من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الإيه، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الإيه. طيب على الأول. وصنف آخر يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري إن احنا قلنا يشتريها يبيعها، الاثنين جايزين. هؤلاء صنفان. وبعد ذلك طلب منا أن ندخل في السلم كافة قبل أن نفاجأ بالله في ظلل من الغمام والإيه والملائكة. وبعد ذلك جاء لنا بكلام عن بني إسرائيل. ليه؟ من بأن بني إسرائيل هم الذين أتعبوا رسولهم. في سؤال الآيات والتعنت والتلكؤ وكل شيء يحول دون دخولهم في السلم كافة، مطالبة منا أن ندخل في السلم. هم كانوا عايزين يدخلوا في بعض السلم ولا يدخلون في البعض حسب أهوائهم. إن السلم كان من مصلحتهم وإن مش من مصلحتهم. وكأن الحق سبحانه وتعالى حين يقول ذلك في كتابه الكريم يؤيده واقع الحياة، يؤيده واقع الحياة الآن. نحن دخلنا معهم في سلم ولكنهم لم يشاءوا أن يدخلوا في السلم كافة، أحبوا أن يعزلونا ليدخلوا معنا نحن في سلم ويدخلون مع بقية أمتنا في غير سلم. يبقى هي هي ولا مش هي؟ هي هي. فكأن واقع كتاب الله إنما جاء ليعطينا صورة صادقة تؤكد لنا رأي الله فيه. قال سل بني إسرائيل ساعة تسمعوا أن الله يأمرك ويأمر رسولك قبلك أن تسأل بني إسرائيل، واثق تمام الثقة من أن الجواب لا يكون إلا على وفق ما يريد. فكأن الأمير ذمتهم في هذه المسألة، كأنه لم يرتض ذمتهم إلا في إيه؟ إلا في إنه يسألهم إنهم بالله الله جاب لكم كم آية وتلك
جاءتم بعدها وتعنتم ورفضتم الآيات وطلبتم المزيد، كل ذلك تلكؤ من أن تدخلوا في السلم كافة. وإذا شئت ذلك فاسألهم ليقولهم، لا تقل أنت الله أرسل لكم كذا وعمل كذا، بل اسألهم هم. كما يأتي إنسان ينكر خيرك ومعروفك ويشتكيك إلى إنسان فيقول لك ذلك الإنسان، سله ماذا قدمت له من جميل. يعني أنا لن أتكلم بل سأجعله هو يتكلم. لا تقول ذلك إلا وأنت على ثقة من أنه لا يستطيع أن يغير شيئا. وساعة تسمع سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينه، كم كلمة كم دي سؤال عن الكمية، سؤال عن الكمية. ومعنى سؤالهم عن الكمية أنها كثيرة كسرة لا تنكر، أنها كثيرة كسرة لا تنكر. ألم يفلك لهم البحر؟ ألم تجعل عصا موسى حية؟ ألم يذللهم الله بالغمام؟ ألم يعطهم الله المن والسلوى؟ كل ذلك فعله الله إيه؟ معهم. أخذهم بالسنين، أخذهم بالقمل والضفادع والدم، كل ذلك فعله الله معهم. يبقى كأن الحق يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحين تقول أن الحق قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالقول منسحب على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا جدلت أي واحد قل له الله أعطاكم كم آية وانتم نكلتموه وتلكأتم وتعنتم، يعني أنت تقولها برضو الإيه؟ أنت تقولها الآن. وكم آتيناهم من آيات بينة، كم دي تدل على الكمية الإيه؟ وآية معناها أمر عجيب، وبينة يعني أمر واضح لا يمكن أن إيه؟ لا يمكن أن ينكر. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. معنى يبدل نعمة الله يعني إيه؟ نعمة الله حين تصيب خلقه كان الواجب أن تستقبل بالشكران، ومعنى الشكران نسبتها إلى واهبها، والاستحياء أن تعصي من أنعم عليك بها. فإذا ما جاءت النعمة بغير ذلك فقد بدلت. ولذلك يقول الحق في آيات أخرى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. مدام بدلوا نعمة الله كفرا يبقى الكفر اللي جه ده جه مطرح ايه؟ مطرح الإيمان. يبقى إذا النعم دي كان مطلوب منها تعمل ايه؟ تعمل الإيمان. فهم بدلوا النعمة وعملوها ايه؟ يعني النعمة كان يجب أن تكون سببا للإيمان ولازدياده الإيمان، ولكنهم ايه؟ بدلوها كفرا. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. معنى شديد العقاب الأمر الواضح أن ذلك أمر يتعلق بالآخرة. الأمر الذي يتعلق بالآخرة لعل أناس يستبطئون الآخرة، أو أناس مش مؤمنين بالآخرة. فلو كان الأمر يقتصر على عقاب الآخرة لشقي الناس ممن لا يؤمنون بالآخرة. طيب الذي يؤمن بأن هناك آخرة تأتي وسيكون فيها حساب هو ده اللي إيه؟ سيكون سلوكه على مقتضى ذلك الإيمان. والذي لا يؤمن أن هناك يوم آخر ماذا يكون الموقف منه؟ يبقى العالم يشقى به. يبقى إذا لم يعجل الله بلون من العقوبة للذين لا يؤمنون بالآخرة أو الذين يستبطئون الآخرة لشقي الناس بهؤلاء الذين لا يؤمنون. يبقى لازم كل جماعة لا يقبلون على منهج الله ويبدلون نعمة الله كفرا لابد أن يكون لله عقاب عاجل لهم. عقاب ليه؟
علشان من لم يصنعه ايمانا وخوفا من اليوم الاخر يبقى لا يصنعه مخافة ان يأتيه في الوقت الذي يؤمن به انه موجود في الدنيا يبقى يخاف لهذا. الظالم اذا علم ان ظالما ظلم الناس ثم جاءت اخرته سيئة فسيخاف ان يظلم وان لم يكن مؤمنا بالاخرة. ليه؟ لانه يقول لك ده مسألة يعني ما بتتخلفش، كل اللي بيظلم بشوفه نهايته سيئة، يبقى اذا مش مهم انه ينتظر الايه؟ ينتظر الآخرة. ولذلك الذين يبدلون نعمة الله كفرا يقول الله فيهم وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يسلونها وبئس الإيه، يقول له ده العقوبة الأخيرة، عقوبة الإيه الأخيرة. إنما ليس معنى ذلك أن يتركهم الله في الدنيا بدون أن ينالهم إيه العقوبة. الذين وهم مؤمنون يظلمون ويتعسفون مع انهم مؤمنون لا يتركهم الله الى ان تجيء الايه القيامه، بل لا بد ان يجيء لهم في واقع دنياهم ما يخيف الناس من هذه المصالح حتى تستقيم حركه الحياه بين الناس جميعا، والا فسيكون الشقاء من واقع على الناس من الذين لا يؤمنون بان هناك ايه. ولذلك كان بعض الصالحين يقول اللهم ان القوم قد استبطأوا اخرته وغرهم حلمك فخذهم اخذ عزيز مقتدر. لانك لو سبتها الحكايه كده للاخره ولذلك شاء الله سبحانه وتعالى ان يجعل في منهج الايمان تجريم وعقوبه تقع في الدنيا، تجريم بعض الاعمال يجرمها ويضع لها ايه عقوبه. ليه؟ عشان بقى اللي شاكك في امر الاخره ما يستشريش في امر الايه، في امر المعاصي وامر الايه المخالفات. وشده عقاب الله لا تجعلها في الاخره فقط بل اجعلها في ايه ايضا برضو في الدنيا. نعم. ولذلك قلنا هناك عند قوله سبحانه وتعالى ومن اعرض عن ذكري فان له ايه معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه ايه اعمى. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى زجنا للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين واقع الإنسان في الكون. واقع الإنسان في الكون يدل على أنه سيد ذلك الكون، ومعنى سيد ذلك الكون أن كل الأجناس تخدمه، وهذا واقع أو غير واقع؟ هذا واقع. ولذلك احنا قلنا أن الجماد بيخدم النبات والجماد والنبات بيخدم الحيوان والجماد والنبات والحيوان بيخدموا مين؟ الإنسان. طب وانت يا إنسان بتخدم مين؟ انتهت المسألة عند كده، يبقى أنت سيد ولا لا؟ السيد ده بقى كان المقتضى العقل ان يبحث له عن جنس اعلى منه كما كانت الاجناس التي دونه في خدمته وتحت امره، كان يشوف له جنس اخر بقى اعلى منه هو يبقى ايه، ولازم الجنس اللي يشوفه اعلى منه ده يناسب سيادته يناسب. فلن يجد شيئا في الوجود ابدا، ما يمكنش يجد في الوجود جنس اعلى منه. يمكن يجب ان يقول ده الجنس بقى اللي انا عايزه دي لازم ينبهني عن نفسه لان انا عايزه ضروري. فاذا جاء له الرسل وقال هو الله يقول مرحبا الله. كان يقول لازم يبقى بيتحل له لغز، الرسل جاءوا ليحلوا له ايه لغز مبحوث عنه بيبحث عنه، يقول يا رب كل الاجناس في خدمتي. ما بيقولش يا رب لا، يقول كل الاجناس في خدمتي وانا اعلى هذه الاجناس، طب انا ابقى في خدمه مين؟ لازم يكون جنس، ما فيش قدامي ابدا اي حاجه. يبقى اذا جاء له رسول يقول له انا ساحل لك اللغز الذي شغل بالك، كان يجب انه يفرح بذلك الرسول ولا لا؟ كان يجب انه يفرح بالرسول، وخصوصا ان اللي هيجي يقول له انت في خدمتي ربنا مش عايز خدمته، ده في خدمتي لاخدمك، في عبوديتي لاعزك. الله. يبقى اذا المساله انت ايها المؤمن بين امرين،
بين خادم لك مسخر وهو من دونك، مش كده؟ خلاص. وبين برضو خادم لك مختار وهو من هو اعلى منك. يبقى الاثنين في خدمتك ولا لا؟ يبقى اللي ياخد ديا ويسيب ديا يبقى خد الادنى وساب الايه؟ وساب الاعلى. يقول له لا خد الاعلى، ده انت دي الاشياء اللي هي دونك وبتديك الخير دي بتنبسط منها قوي وتحب تقتنيه، وان كان عندك فدانين انت عايزهم يبقوا 100، وان كان عندك مثلا ارض زراعيه قد كده عايزها تبقى قد كده، وكان عندك حيوانات عايزها قد كده. الله، اذا انت تستفيد ممن ايه؟ ممن دونك، كيف لا تستفيد ممن هو اعلى منك؟ يبقى ده حمق ولا مش حمق؟ يبقى ده الحمق. فبيقول بقى زينا لله ايه؟ الذين كفروا الايه الحياه الدنيا. يا سلام. شوف شوف بقى، بده يديني ان مقاييس الكافرين مقاييس هابطه، مقاييس نازله. ليه؟ لان بيقول ان العجيب اللي زين لهم الامر الادنى وصرفهم الامر الادنى عن مين؟ عن الاعلى. تبقى دي خياب التقدير ولا لا؟ تبقى دي موازين صح. زين للذين كفروا ايه؟ الحياه الدنيا. نقول له اما هذا هو الغباء، الادنى هو الذي زين لك والاعلى زهدت فيه. تبقى دي مش مقاييس بقى، هذه مقاييس يجب ان ايه؟ ان تعدل. طيب زينا هنا نلاحظ ان كلمة زينا اذا جاءت في القرآن تأتي برضو مبني للمجهول او مبني لما لم يسمى فاعله. زينا للناس حب الايه؟ الشهوات، من النساء ايه؟ والبنين والقناطير الايه؟ هناك الناس وهنا الذين كفروا. وهنا ليه؟ لان الذين كفروا ما عندهمش الا مين؟ الحياة الدنيا دي، الاعلى ما عندهمش. لكن حين يقول الله سبحانه وتعالى في مسألة الناس عامة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والايه والانعام والحرث، وبعدين بده يلفتهم ايه؟ والله عنده حسن الايه؟ حسن المآب. بيقول لك انت خذ الحياة على قده. طب وزينت يعني ايه؟ زينت يعني حسنت، زينت. طب ومن حسنها؟ بقى تجعل الذي حسنها لك وجعلها جميلة كده وتنعشق، تجعلها تصرفك عن اللي حسنها. ايش الحكاية بتاعتك دي؟ ده كان يجب انك تاخدها وسيلة الى مين؟ كل ما تشوف حاجة حلوة في الوجود كده تقول سبحان الله، كل ما تشوف حاجة في الوجود تقول الله. ايه اللخبطة بتاعتك دي؟ انت لخبطت خالص. طب ده يجب انك انت تاخد الحياة الدنيا اللي كنت تنبسط منها تقول هل انا خلقتها؟ هل انا صنعتها؟ امال مين اللي صنعها؟ يبقى كل شيء كان يعجبك فيها لازم كنت ترده الى مين؟ كان لازم يزيدك ايمان بمين؟ لكن كونك انت تاخد المسألة بس وتعزلها عمن خلقها، ذلك هو المقياس الايه؟ المقياس النازل. او ان الله سبحانه وتعالى هو الذي زينها بان جعل في الناس غرائز تميل الى ما تعطيه هذه الحياة الدنيا. لانه هل اعطى الغرائز ولم يعطي منهجا لتعلية الغرائز؟ لا، اعطى الغرائز وبعدين اعطى ايه؟ المنهج لتعلية الغرائز. فما تاخدش ديا وتسيب ايدي. ولذلك هناك هقول والباقيات الايه؟ خير. يعني ما تاخدش دي وتسيب دي، ما تاخدش ديا، خدهم مع ايه؟ مع بعض. زينا للذين كفروا الحياة الدنيا فيعتبرون انها ما فيش الا هي. لأن هذا مقياس نازل وميزان غير دقيق، وده يدلك على الحمق لانك ذهبت الى الادنى وتركت الايه؟ وتركت الايه؟ الاعلى. ومن العجيب انك فعلت ذلك ثم يكون بينك وبين من اختار الاعلى هذه المفارقات، بان تسخر من الذين التفتوا الى الاعلى. انت في الادنى وتسخر من الذين التفتوا الى الاعلى. انت بايه؟ في الادنى وتسخر من مين؟ من الذي التفت الى الاعلى. قال ويسخرون من إيه؟ من مين؟ ويسخرون من الذين آمنوا. ليه يسخرون منهم؟ ليه؟
أم قال لك لأن الذين آمنوا ملتزمين، وما دام الإنسان ملتزما فسيعوق نفسه عن حركات الوجود التي تؤتيه من غير حل ما دام ملتزم. لكن هؤلاء قد انطلقوا بكل قواهم وملكتهم إلى أن يربوا ما يزين لهم الحياة. وأنت ولذلك مثلا تجد إنسان يعيش في مستوى دخله الحل، وإنسان تاني بيقلب زي ما بيقولوا. كنت تلتفت لتلاقي هندامه كويس ولبسه كويس ودكاعين، يمكن ما عندوش إلا بدلة واحدة ولا قميص واحد ولا مثلا، يوم ساعة يعني يشوفه كده يعني يسخر. ايه يسخر منه؟ ليه بيسخر منه؟ لانه هو اعلى في المقياس الذي يعتبره، وبيه اعلى في المقياس الذي ما بيعتبروش. فيكون الحق سبحانه وتعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وشو يعني يوم القيامة يا رب؟ ده يفوقهم حتى الان، ده فوقهم حتى الايه؟ قال لك انا بكلمك على المنظور المرئي للناس، لانهم ما بينظروش الى الراحة النفسية وهي انسجام ملكة الانسان كده حينما يذهب لينام كده، وبعد ذلك لم يجرب على نفسه سقطة دينية ولا سقطة خلقية ولا اذى انسان ولا ارتشى ولا نم ولا اغتاب، وقعد كده وساعة ما يجي ينام ويستعرض حالته يبقى ايه شكله؟ مبسوط. هو مش شاعر بدي، ولذلك ربنا ما دخلهاش في المقارنة. قال احنا هندخل المسألة اللي مش هيقدروا عليه، والذين اتقوا ايه؟ فوقهم يوم القيامة. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ان الذين ايه؟ اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه؟ يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. يقول الحق فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، ثم يسألنا فيقول لنا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ عرفنا نجزيهم؟ هو بيقول كده عرفنا نجزيهم؟ نقول نعم يا رب عرفت تجزيهم. وخصوصا ان دوكا بقى الضحك اللي ما بعدوش ايه؟ اللي ما بعدوش ايه؟ بكاء. والذين امنوا طيب يسخرون من الذين امنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. لاحظوا أما الحق سبحانه وتعالى خالف هنا في الأسلوب. طب هم يسخرون من الذين آمنوا، كان يقول والذين آمنوا فوقهم، إنما جاب والذين اتقوا فوقهم، لأنه قد يؤخذ الإيمان على أنه اسم شاع عنك أنك مؤمن، فأنت بهذا الوصف ما تبقاش إلا إن كانت أفعالك تؤدي بك إلى التقوى. تؤدي بك إلى إيه؟ إلى التقوى. ما تقولش ان انا بقيت ايه وبعد ذلك في العالم الجغرافي بقت امه مسلمه امه مؤمنه واسمي واسم مسلم والديانه ديانه. نقول له لا يا حلو، انت ما خدتهاش بالايه؟ ما خدتهاش بهذا الاسم العالمي، انما لا تاخذ ملابساتها الا بان تلتزم بمنهجها. ولذلك ما قالش والذين امنوا فوقهم يوم القيامه، قال والذين ايه؟ اتقوا فوقهم يوم القيامه، ليعزل الاسم عن الوصف، ليعزل الاسم عن الوصف. والذين اتقوا فوقهم ايه؟ يوم القيامه، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والله يرزق. ما هو الرزق؟ اولا الرزق عند القوم ما بهم تفع، الرزق ما بهم تفع، كل شيء تنتفع به سميه ايه؟ رزقا. ولذلك بيسموا الحرام رزق برضه. انما رزق حلال ولا رزق حرام؟ يبقى الرزق ما به ايه؟ ما به انتفع. الناس يقصرون كلمة الرزق على شيء واحد يشغل بالهم دائما، وهو ايه؟ المال.
لأن ما دام الرزق ما به انتفع كل شيء يكون مجاله الانتفاع بيبقى من الرزق، مش كده؟ علمك رزق، خلقك رزق، جاهك رزق، كل شيء تنتفع بيبقى اسمه ايه؟ بيبقى اسمه رزق. ساعة تقول ان ده كله رزق تأخذ قول الله فما الذين ايه براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه ايه فهم فيه سواء. يبقى كأن الله يريد من خلقه استطراق ارزاقهم على غيرهم، كل واحد متميز وزايد في حاجة يردها على مين؟ يردها على الناس. الناس ما بتفهمش الا كلمة ايه؟ الرزق الايه؟ الرزق المال. ده الرزق كل شيء تنتفع به، الرزق كل شيء تنتفع به. قال لك طب ايه بقى يرزق من يشاء بغير حساب؟ ام قال لك كلمة بغير حساب دي لازم تفهمها، لان الحساب ده يقتضي محاسب، ومحاسب عليه، مش كده ولا لا؟ نقول حساب نقول يقتضي ايه؟ محاسب، ومحاسب ومحاسب عليه. طب بغير حساب ممن لمن فيما؟ بغير حساب ممن لمن فيما؟ نقول له تعالى بغير حساب من الله، يعني يرزقك لا على قدر سعيك، يمكن اكتر شوي، مش ماسك لك حساب. طيب ادي يبقى الحساب وقع من مين؟ من الله الاول. طيب يرزق بغير حساب، لانه حين يرزق لا توجد سلطه اعلى منه تقول انت تدد اكتر ليه؟ ما فيش كادر يحكمه ولا قانون يدي طلاقة قدرة يدي للكافر حتى تتعجب انت وتقول الله بيدي للكافر ويديش المؤمن. اما تبقى تحاسب بقى تقول انت بتدي لنا ليه؟ يبقى برضو مش داخله في الايه؟ حسن. طيب هيديني على الحسنة 700 ضعف برضو بغير حساب. طيب ويجي برضو بغير حساب، حساب انك انت ساعتها تأخذ معدودا، ان اخذته من معدود تبقى بتحاسب نفسك، يعني خدت 100 من 1000 عندك، اخذت معدودا من معدود يبقى ينقص ولا ما ينقصش؟ تقوم تحاسب تقول لا بلاش احسن خدت كمان دي حت ايه. لكن الله يأخذ معدودا من غير معدود، يأخذ معدود من غير ايه؟ من غير معدود. يبقى اذا ساعة تقرأ بغير حساب قل ان الحساب ان كان واقع من غير الله على الله ما فيش حد هيحاسبه، ما فيش حد ايه؟ طيب وان كان الحساب واقع من الله على الغير يقول مش هيديني على قدر ايه؟ عملي، بل حي ايه؟ هيزود، مش هيحاسب نفسه، لان ما عندكم ينفد وما عند الله ايه؟ وما عند الله باق. يبقى اذا تلك العملية اللي هي يرزق من يشاء بغير حساب تخلي كل واحد يلزم ادبه ان رأى غيره قد رزق اكثر منه، لأنه لا يعلم حكمة الله فيها إلا أن له فيها حكمة، إلا أن له فيها إيه. ولذلك قلنا سابقا إن ناس كتير يقول لك لما ربنا يديها نعمة يقول أكرمني، ويسلبه من نعمة يقول إيه أنا من أقول لا أنت كذاب، وده أنت كذاب. إنما لا يكون إكرام إلا إذا وفقت في أداء حق النعمة، ولا يكون إهانة إلا إذا لم توفق في أداء حق النعمة. وإلى لقاء آخر.